إيه أهمية إن الواحد يعرف مستوى ذكائه؟ علشان نعرف الإجابة على السؤال ده، تابعوني. أنا شهير طلعت، ودي يوميات طبيب نفسي. أهلا وسهلا بحضراتكم. علشان نلخص الفيديو ونجيب من الآخر، هقول لحضراتكم كده إن أهمية إنك تعرف مستوى ذكائك هي انك تعرف اذا كنت تستحق معاش كرامة وتكافل ولا لا. غير كده باقي الكلام مجرد شكليات. ليه؟ لان كل واحد عاجبه مخه، وكل واحد عاجبه طريقة تفكيره، وكل واحد فاكر نفسه ان هو ذكاؤه مظلوم في الدنيا دي. والمفروض لو انا هتكلم بشكل علمي ان انا اجيب لحضراتكم تعريف الذكاء من جوه كتب الطب النفسي ومن جوه كتب علم النفس، وخصوصا ان الموضوع ده من ضمن الموضوعات المحببة في الدراسة وبيجي في اسئلة الامتحانات. لكن في واقع الامر وفي واقع الحياة الدنيا ما بتمشيش بالشكل الاكاديمي ده. وما بتمشي ازاي؟ اول حاجة بنلاحظها هي مجموع درجاتنا في المدرسة. بنعتقد ان مجموع درجاتنا معبر عن مستوى ذكائنا، واول مؤشر بيخليني اروح اكشف او بيخليني اروح اسال ليه ابني متاخر في الدراسه هو مجموع الدرجات بتاعته. لكن في واقع الامر وان مجموع درجاتي في المدرسه ملوش اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد بالمستوى الذكاء بتاعي، واعتقد ان احنا كلنا ممكن نتفق على النقطه دي. فعلشان كده كان لابد من ان يبقى فيه حاجة اسمها اختبارات ذكاء، الاي كيو تيست، علشان احدد بيه مستوى ذكائي. اختبارات الذكاء اول ما اتعملت في بداية القرن العشرين، ولغاية دلوقتي لسه مستمرة معانا، بتطلع لها نسخ جديدة كل كام سنة. لكن في واقع الامر هي بتقيس نوعين من انواع الذكاء. بتقيس الذكاء اللغوي، وبتقيس الذكاء الرياضي او الحسابي والمنطقي. في الثمانينات بيطلع عالم نفسي في جامعة هارفارد اللي هو دكتور هوارد جاردنر، وبيقول كده ان لقى في انواع مختلفة من الذكاءات. زي ايه؟ بالاضافة للذكاء الاولاني الذكاء اللغوي، والذكاء الثاني اللي هو الذكاء الحسابي المنطقي، أضاف هو الذكاء الطبيعي Naturalist Intelligence، الذكاء الرابع اللي هو الذكاء الموسيقي، الذكاء الخامس اللي هو الذكاء العلاقات Interpersonal Intelligence، الذكاء السادس اللي هو الذكاء الذاتي أو الوجداني Intrapersonal Intelligence، الذكاء السابع الذكاء البدني الحركي، الثامن الذكاء الفراغي المكاني. ملاحظة صغيرة كده، دي ترجمة بتاعتي أنا الشخصية. وأعتقد أن كل واحدة من الذكاءات دي معبرة عن طبيعة الشخص اللي بيتحلى بيها. يعني الذكاء اللغوي هو شخص قادر على التعامل مع اللغة بمفرداتها وألفاظها، قادر على صياغة أفكاره ومشاعره بشكل لغوي سليم، عنده مفردات لغوية فاهم معناها وفاهم المدلول بتاعها، يصلح ان هو يبقى أديب، روائي، قصصي، شاعر الى اخره. الذكاء البدني الحركي، انا عندي قدرات بدنية حركية تؤهلني ان انا امارس نوع من انواع الرياضات، كرة قدم، جمباز، ابقى راقص باليه، راقص ايقاعي، راقص هندي الى اخره. الذكاء الموسيقي، طبعا انا عندي اذن موسيقية، عندي قدرة على ان انا اميز الطبقة والنغمة واللحن والريتم، اقدر الف موسيقي، اقدر الف موسيقى، اقدر اعزف، اقدر اوزع موسيقى. ذكاء العلاقات، هي اني انا اقدر الـ Interpersonal Intelligence، اقدر اتفهم طبيعة مشاعر الشخص اللي قدامي، اتفهم وجدانه، اتفهم هو عايز يوصل لي ايه، سواء من الالفاظ اللي هو بيقولها verbally او body language اللي هي لغة الجسد. الذكاء الذاتي او الوجداني الـ Intrapersonal Intelligence، ان انا متفهم مشاعري، فاهم انا باخد القرار ده ليه،
متفهم أفكاري، متفهم مبادئي في الحياة، متفهم طبيعتي، بحب إيه وبكره إيه، واعي لذاتي، وأقدر أتحرك في الحياة بدون أي مؤثرات خارجية أو أي دوافع. الذكاء المكاني هو الذكاء اللي أنا بقدر، يعني الناس دي بتتحلى بقدرة على رؤية الحاجات في ثلاثية الأبعاد، قادرة إنها ترى الفراغ بشكل مختلف. بيبقوا نحاتين ورسامين، بيبقوا طيارين وبحارة، بيبقوا مصممين جرافيكس. الذكاء الطبيعي Naturalist Intelligence هو الذكاء اللي مرتبط بالطبيعة، اللي هم الناس اللي زي مغامرين National Geographic، الناس اللي بتقدر تعيش في الطبيعة، علماء الأحياء اللي بيقسمونا الأحياء والكائنات الحية، بيقدروا علماء الجيولوجيا اللي هم بيعرفوا طبقات الأرض والصخور. دي ناس قادرة انها تتعامل مع الطبيعة بشكل مختلف عن بقية الناس. هنا بقى عايزين نوضح بقى كذا نقطة ونخلي بالنا منها. اول نقطة هي ان المدارس بتاعتنا ما بتقدرش، سواء على فكرة سواء جوه مصر او برا مصر، ما بتقدرش تحدد الذكاء الموسيقي بتاعي قد ايه، ما بتقدرش تحدد الذكاء العلاقات قد ايه، ما بتقدرش تحدد اذا كان الطالب اللي قدامها ده فاهم نفسه ولا مش فاهم نفسه. جايز بتحدد الذكاء اللغوي، جايز بتحدد الذكاء الرياضي او الذكاء البدني الحركي، لكنها مش بتحدد كل انواع الذكاءات. النقطة الثانية وهي ان اختبارات الذكاء بوضعها الحالي لا يمكن لها ان تقيس كل انواع الذكاءات. فالرقم اللي احنا هناخده لما انا اجي اعمل اختبار ذكاء لا يعبر باي حال من الاحوال عن بقية الذكاءات. هو هيحدد الذكاء اللغوي بتاعي، وهيحدد الذكاء الحسابي المنطقي بتاعي، لكنه مش هيحدد الذكاء الطبيعي بتاعي، مش هيحدد الذكاء الموسيقي، مش هيحدد الذكاء العلاقات اقدر اتفهم ولا لا. النقطة الثالثة، لما اجي اعمل اختبار ذكاء بفرق حتى على وضعه الحالي وانا واخد الرقم، المفترض انه ما يطلعش رقم وحيد كده، يعني ما يبقاش رقم 50 100 200، لا، الرقم لوحده كده مش كويس. والمفروض يبقى ايه؟ المفروض يبقى متفصص، ان الشخص اللي قدامي بارع في الجزء الفلاني، لا مش كويس في الجزء العلاني، كويس في الجزء الرياضي المنطقي، لا مش كويس في الجزء اللغوي على سبيل المثال. النقطة الرابعة وهي دي بقى النقطة المهمة محتاجين ان احنا نوضحها، وهي على اي اساس اعتبرنا الثمان انواع دول ذكاءات؟ هل ممكن يبقى في نوع تاسع او عاشر او 15 او ايا مكان؟ الإجابة يعني مش بس الثمان أنواع اللي أنا ذكرتهم، اللي ذكرهم الدكتور هوارد، هما بس الأنواع الذكاءات. ممكن في المستقبل نكتشف أو نعرف ذكاءات تانية؟ على أي أساس؟ هو حط مواصفات معينة، حط كريتيريا معينة ما بين 5 لـ8 كريتيريا بتنطبق عليهم الصفة الذكائية. علشان اقول ان ده نوع من انواع الذكاء ولا لا، لابد له انه تنطبق عليه مواصفات معينة. مواصفات زي ايه؟ زي ان الصفة دي انا يمكن اقيسها ولا لا. هو من وجهة نظره ان الثمان صفات الذكائية اللي احنا حطناهم دول، اللي احنا قلناهم، ممكن اعمل عليهم اختبارات نفسية بحيث ان انا اقيسهم في الشخص اللي قدامي، اقدر اقول ان الشخص اللي قدامي ده جاي بالدرجة الفلانية في الموضوع الفلاني. تمام؟ طيب ايه تاني كريتيريا؟ ان ممكن الاقي ناس بارعة اكتر من ناس تانية في الصفة دي. فمش كل الناس بتعرف تلعب كرة بنفس الدرجة، مش كل الناس بتقدر ترقص وتلعب جمباز بنفس الدرجة، مش كل الناس بتقدر انها تبقى عندها اساسيات الحساب المنطقي الحسابي
بنفس الدرجة، ففي درجات مختلفة للناس. ايه تاني مواصفات هو حطها؟ ان الصفة دي ممكن اقيس لها نشاط معين في المخ ب ب ب ب يعني في حاجات معينة في النيوروساينس، في علوم الاعصاب، اقدر اقيس نشاط الصفة دي. وممكن لو لا قدر الله اتعرضت لإصابة في منطقة معينة من المخ، الصفة دي تضيع مني. واخدين لبالكم؟ يعني لو انا عندي ذكاء بدني حركي واتعرضت لمشكلة معينة في المخ، انا بفقد الميزة اللي عندي دي. لو انا عندي ذكاء سبيشال في المكان والفراغ واتعرضت لإصابة معينة في المخ، انا ممكن افقد الميزة دي. الكريتيريا الرابعة اللي هو حطها، او الصفة الرابعة اللي هو حطها، ان الصفة الذكائية دي تبقى لها قيمة تطورية معينة بتميزنا عن الكائنات الادنى. وفي صفات تانية هو حطها. فزي ما حضراتكم شايفين هو راجل عبقري بصراحة، انه حط منظومة فكرية معينة وحط لها الاساسيات بتاعتها، وبناء عليها هو قاس الصفة دي تنطبق عليها المواصفات دي ولا لا، وبالتالي تعتبر نوع من انواع الذكاء ولا لا. جم ناس حاولوا يطبقوا الكريتيريا بتاعته دي، وحاولوا يقترحوا انواع اخرى من الذكاءات. ففي ناس اقترحت، وهو على فكرة دخل يعني في تحليل للذكاء ده، وهو الذكاء الوجودي، الـ existential intelligence. الذكاء الوجودي اللي هو مختص بالأسئلة الوجودية بتاعتنا، الأسئلة اللي مرتبطة بالفلسفة، بعلم اللاهوت، بالكلام، بالأسئلة: احنا عايشين ليه؟ احنا هنموت ليه؟ احنا ايه معنى ايه المعنى اللي احنا عايشين علشانه؟ الأسئلة الكبيرة، الأسئلة اللي بتمس جوهر الانسان. في ناس تاني اقترحت نوع من انواع الذكاء اللي هو الكوكينج، الطبخ، على اساس ان الانسان مش كل الناس بتعرف تطبخ زي بعض، مش كل الناس نفسها حلو مثلا في الاكل. دي فيها قيمة تطورية مش موجودة عند بقية الكائنات الادنى. في ناس اقترحت الذكاء الاخلاقي، المورال انتليجنس. اتفتحت نوع من انواع الديبيت والجدل في الموضوع ده. الموضوع انا مش هعرف او في حقه، ومش هعرف اشرح كل الافكار اللي قالها الدكتور هوارد. هحط لحضراتكم المصادر بتاعت الموضوع، وهقول لحضراتكم بما فيها الموقع الرسمي بتاعه والكتابات بتاعته. لكن اولا، مش كل كلام يعجبنا معنى كده انه ما عليهوش انتقادات. لا، هي النظرية بتاعته عليها انتقادات علمية، لكن مش هنتكلم فيها دلوقتي. لكن هل حضراتكم تحبوا تضيفوا نوع من انواع الذكاءات الاخرى، شايفين انها المفروض انها تنضم الى لائحة الذكاءات، بغض النظر اذا كنا عارفين المواصفات اللي هو حطها ولا لا؟ ده حق انساني بصراحة. لكن هل انتوا شايفين ان مستوى الذكاء بتاعي، سواء الحالي بناء على درجات المدرسة او بناء على اختبارات الذكاء، ممكن يحدد سعادتي في الحياة او رضايا في الحياة او اني اعيش الحياة بملئها؟ لكن هل الذكاء ده حاجة وراثية ولا حاجة مكتسبة؟ هل يمكن تعديلها ولا مش يمكن تعديلها؟ هل ممكن اتعلم حاجة ما كانتش موجودة عندي؟ الاجابة بتاعتي انا ايوه. حتى لو انت ما عندكش الخاصية دي، لكن انت ممكن تكتسبها. لكن من اروع الافلام اللي ناقشت قصة الذكاء كان فيلم لتوم هانكس اللي هو فورست جامب. اتمنى ان تكونوا حضراتكم عارفينه او تدوروا عليه وتشوفوه. في رأيكم مين اللي كان اكثر سعادة؟ فورست جامب ولا كل المحيطين؟ مين اللي كان متسق مع الحياة ومتسق مع ذاته؟ فورست جامب ولا الناس اللي محيطة بيه؟
مين كان صاحب أكثر تأثيراً في الحياة؟ لو قدر لكم أنكم تختاروا شخصية من الشخصيات أنكم تعيشوها، هتختاروا شخصية مين؟ الخلاصة، الحياة بتاعتنا ملهاش علاقة خالص بمجموع درجاتنا. الخلاصة أن الحياة بتاعتنا ملهاش علاقة خالص بجايب كام في اختبار الذكاء. الخلاصة أنك ممكن تعيش حياة راضية وهانئة بغض النظر انت ايه الملكات اللي عند حضرتك. الخلاصة انك لو نفسك تبقى حاجة معينة، لو بذلت فيها مجهود ممكن انك تكتسب هذه الصفة. اتمنى اني اكون عرفت اوصل لحضراتكم بعض الافكار اللي عندي. شكرا ليكم وسلام.